السلام عليكم، اهلا وسهلا بيك احمد فرات معاكم 53 الاستيراد السيارات. انا بنزل الحمد لله العربيات اللي ورايا دي كلها الحمد لله مجموعه كبيره من الكبار ال 2022. العربيات طبعا كلها مباعه، انا بحاول اشوف تانية في السوق دلوقتي وان شاء الله قريب جدا جدا هعرض لكم عربيات تانية. الفيلر الحاليه المتاحه دلوقتي في السوق هي العربيات اللي هي الفيلر. انا فرقها دي دول سريعا، لكن طبعا الناس كلها عارفه ان في مشكله بسبب ازمه بسبب دلوقتي في حرب للاسف في اوكرانيا، فاثرت جامد على الانتاج غير مشاكل الكورونا اللي قبليها اساسا، فالانتاج حاليا قليل بس ظهر في السوق حاجات كتير فيلار. انا الحمد لله خلصت الاربعه اللي ورايا دولت تمام، وفي في السوق ان شاء الله حاجات جايه، يعني في ستوكات متوقعينها ان شاء الله على شهر 6 على شهر 7. الناس كتير سالتني على بسم الله الرحمن الرحيم، سالتني على الاستوكات لا الاوردر لو انا عايز حاجات 2023. انا حاليا موقف، انا كنت عملت فيديو قبل كده ان انا فتحته بس حاليا موقف لحد ما نعرف الدنيا تبقى رايحه على فين عشان ما يحصلش تاخيرات زي المره اللي فاتت. بس العربيات دي حلوه بصراحه، هي كلها فيلار اتش اس اي، في حاجات ما تبقاش فيها كامله قوي، لكن في الاخر الاسعار اللي بيحكمنا خصوصا ان السعر دلوقتي غلى بتاع العربيات دي كلها في مصر وبره مصر، خصوصا دلوقتي ان دلوقتي القوانين الجديده بتاعت الاعتماد المستردي اثرت جامد على السوق. المهم تابعوني تمام، لو في حاجه تواصلوا معايا. احمد فرج معاكم 53 الاستيراد السيارات، شكرا. هما دول العربيات، ادي اول واحده تمام، كلهم ار دايناميك العربيات دي كلها تمام. ادي التانية، الاسعار فعلا فرق جامد جامد جامد. الواحد كان بيجيب العربية مثلا زي دي ار دايناميك اتش اس اي كان بيجيبها بسعر رخيص جدا، دلوقتي الاسعار زادت بال 10,000 يورو و 15,000 يورو كمان. العربيات غير اساسا اللي ما عادش في السوق، بس دلوقتي في متوفر فيلار في السوق يعني تمام. العربيات ما شاء الله كلها حلوه، وطبعا كلهم برضو الحمد لله مباعين تمام. لو حد بقى محتاج استفسار انا كده كده برضو هعرض لكم الستوك اللي متاح، لو حد بقى محتاج يستفسر يتواصل معايا. احنا اتفرج معاكم 53 استيراد السيارات.